انا كمدرس وانا كأب وأم اكتشف ازاي موهبة الولد؟ وبداية الاكتشاف بتبقى فين؟ هل وانا داخل الحضانة ولا قبلها؟ الأول المبدع أو الطفل المبدع اكتشافه بيبقى في البداية من خلال الأسرة، لأن ده الأساس اللي بيطلع بينه الأب والأم، احتوائهم للطفل ومعاملتهم أثناء التربية، إعطائه الثقة بنفسه، تربيته على أساس أنه يبقى له قرار في اختيار أشياء، وليكن مثلا الألعاب، لون اللبس اللي عايزه، حاجات بسيطة لكن بتنمي عنده القدرة على أنه يبقى مسؤول وصاحب قرار. فالأب والأم هم البداية اللي من خلالها بنقدر نحدد إذا كان الطفل عنده استعداد يبقى طفل مبدع أو لا، من خلال ملاحظتهم الجيدة ليه. الشخصية المبدعة بشكل عام أو الطفل المبدع بيبقى ليه مجموعة من الصفات اللي سهلة علينا إحنا كأباء وأمهات نكتشفها. بيبقى عنده فضول، كل الأطفال عندهم فضول في الأسئلة، لكن المبدع بيبقى أكثر شغف في الأسئلة وأكثر شغف في الفضول، كل حاجة يسأل عنها، بيبقى عنده طلاقة من الصغر، يعني بيبقى سنه صغير لكن طريقته في الكلام والتعبير عن المواقف والتعبير عن نفسه بيبقى فيها طلاقة أكثر، بيبقى عنده نظرة ثاقبة بأنه يقدر يحل المشاكل اللي بتقابله بأكثر من وسيلة، بيبقى عنده حاجة زي العصف الذهني، لما بنيجي نسأل ونشوقه في الأسئلة بيبقى عنده استجابات بشكل حاضر، يعني عنده حضور في الذهن، ذهنه حاضر باستمرار. فالطفل المبدع له كتير من العلامات، لو الأب والأم عندهم وعي تربوي جيد هيقدروا يكتشفوا الإبداع عند الطفل. وإحنا لما نتكلم عن الإبداع الأول نقول يعني إيه بمنتهى البساطة، الإبداع يعني خلق شيء مش موجود أو تحويل شيء من الخيال للواقع، بمعنى إن حاجة تبقى مستبعدها قوي وتبص تلاقيه طلع لك بيها، شيء مش ملوش علاقة بالآخر، مجموعة حاجات مش مرتبطة ببعض، وطلع ما بينهم عامل مشترك وطلع منهم منتج أو طلع منهم رسمة فوق العادة، بيبقى حاجة خارقة. فبيبقى الطفل هنا عنده نوع من الخيال الواسع، ودي من ضمن الصفات المهمة جدا للإبداع بشكل عام. الطفل المبدع خياله واسع جدا، تبص تلاقيه بيقعد يتخيل اشياء ويحكي لنا قصص. فالاب والام هنا هيكتشفوا، هيكتشفوا من خلال الملاحظه زي ما قلنا الجيده، من خلال التفاعل، من خلال اسلوب التربيه نفسه داخل البيت، الاسره المتسلطه الدكتاتوري الاب او الام، هنا بنموت الابداع عند الطفل لو كان عنده الاستعداد. انما لازم نديله مساحه من الحريه لانه يتصرف زي ما اتفقنا، لازم نديله القدره لانه يعبر عن نفسه، كمان نديله فرصه ولو وقت زمني بسيط للعب الفوضوي. اللعب الفوضوي اللي هو بدون قيود، اللعب الفوضوي اللي هو بدون اهداف محدده انا بحطها، لان العشوائيه والفوضويه بيطلع منها المبدع. فلازم ادي للطفل فرصه انه يلعب بلا قيود. مش فترة. انا سايب لك الالوان عشان ترسم شجره، مين اللي قال لك تقعد تلخبط كده؟ بالظبط. لا، ولون باللون الفلاني واعمل، لا، اديله فرصه هو يختار اللون، هو يختار الشكل اللي عايز يرسمه، يبقى انا هنا بطلع الابداع من جواه. وفي نفس الوقت الطفل المبدع او الطفل اللي عنده استعداد للطلاقه والابداع بيبقى هو عنده نوع من الحب لكل شيء، هتبص تلاقيه كثير النهم للمعرفه. يحب يسأل ويحب يعرف ويحب يكلم الكبار الأكبر منه في العمر عشان يتعلم أكتر، وتلاقي أسئلته بلا نهاية. فهنا الأسرة ليها دور، لو كفت الطفل عن الأسئلة وما جاوبتش يبقى أنت كده بتعجزه، بتعجزه إن هو ما يطلعش أكتر، أو تهب في الولد مش كفاية أسئلة ولا إيه؟